السلام عليكم وحياكم الله من جدة عروس البحر الأحمر وجنب حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة في العالم في الفورمولا 1 جايين نغطي الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للدريفت. مثل ما تعودنا أول شيء راح يكون في تسجيل وفحص فني لكل المشاركين. لا تنسون أن في الدريفت عندنا ثلاث فئات فقط للدريفت يلعبون على المكشوف، يا أما فئة الهواة يا أما فئة شبه المحترفين، وأكيد أقوى وأحلى وأجمل فئة فئة المحترفين. واللي صار أمس كان عبارة عن تدريبات مكثفة لكل الشباب وتصفيات لفئة البرو فقط. أسسوا 16 توب 16 علشان يكون اليوم هو اليوم الطحن النهائي. بعد الجولة الأولى والأكشن والمفاجآت اللي صارت بعد ما طلع بطل بطولة السنة اللي راحت من التوب 8 وبعد ما أخذ محمد العرابي المركز الأول بعد ما قدر يطلع الأول والثاني على نهائي نار، وايضا على الاكشن اللي صار ما بين يوسف باحويرث وبدر شريهي اللي الكل اعتبره انه نهائي مبكر في جوله الرياض. اليوم راح يكون عندنا شجره قويه جدا للمحترفين، ولكن قبل المحترفين خلونا نبدا مع تصفيات الهواء وشبه المحترفين. تقدر تحضر مع الجمهور وكانك جالس مع المتسابقين. كيف جولة جدة مقارنة بجولة الرياض حتى الآن؟ والله جولة جدة حلوة للحين، ترتيب ماشيين بالنظام ماشيين على الوقت 100%. الشيء اللي صادفنا احنا كمتسابقين انه جدة شوي رطوبة صار في جريب. اوكي جريب قوي فتغيرت الوزنية. مو تغيرت الوزنية، صار الكفر يخلص من اول رن. اوكي بالكوالفاين خلصنا خامس الحمد لله، ان شاء الله اليوم بيبدأ التاندم بنحاول نعدل السيتب على التست اللي هو تاني. ما شاء الله مشارك في اي فئه اليوم؟ والله المفروض انه البرو، لكن انا بعت سيارتي البرو وشريت سياره ثانيه ما لحقت يعني اجهزها للبرو الكيج والمتطلبات السلامه، فداخل سيمي برو. ما شاء الله يعني نبغى نشارك، ما الواحد يبغى يقعد ينقطع يعني. اكيد اكيد. نعم. وكيف كان الاداء في الجوله الاولى؟ الحمد لله الحمد لله، خدت بوديوم ثالث. ما شاء الله، كانت اول تجربه لي للسياره. ما شاء الله الحمد لله يعني. فجده هنا جاي تتسلت عليهم زياده يعني تستقوي عليهم الصغار يعني. ايش رايك يا خبيب؟ لا والله كلهم اخواني وكلهم اقدرهم واحبهم جدا. ما في شك. وبالعكس انا قايل لهم والله يعني مو هدفي اني اطلع بوديوم، لا ابغى اشارك بس اجرب السياره، اندمج معاها، اعرف ايش تبغى، ايش ناقصها، تعود عليها، تعود عليها واخذ عليها من كل شيء. صادق صادق. نعم. صادق. والله انا اول شيء طبعا اشكر الاتحاد السعودي لتنظيمه الجوله الثانيه لبطوله الدريفت في السعوديه. انا لحسن الحظ كنت موجود في السعوديه تقريبا من 6-7 سنوات ما شاء الله، والتطور كل مره ازور في السعوديه تطور رهيب ما شاء الله. من ناحيه التنظيم السيفتي ديزاين التراكات، لجنة التحكيم والأشخاص المحكمين اللي جايبينهم من دول خارج عندهم خبرة في درفت ماستر في الاف دي في الإمارات في عمان من جميع الدول اللي هي طبعا فيها بطولات احترافية، فهذا أضاف كثير للجولة وبرضه من النقاط اللي احنا كنا استغربنا منها انه فئة الهواء في ليفل عالي في الدرفتنج ما شاء الله. يعني من أول دخلة كان اللاين مالهم كويس جدا والتقييم لا بأس فيه، وكل دخله ودخله تتطور تتطور تتطور، ففي يعني اللي هو نسميه المستقبل للدريفت، لانه هذه الهواه هم بيستووا سيمي برو وبعدين محترفين. فالمستقبل باهر ان شاء الله في رياض درفت في السعوديه، واليوم نتمنى الخير والسلامه اهم شيء لكل المتسابقين معانا واستمتاع الجمهور اهم شيء طبعا. هنا طبعا منطقه التحكيم راح يكون الحكام جالسين على البرج هذا ويشوفون اداء الشباب عشان يقيمونهم. Yeah.
وفريق عرب جي تي متواجدين في افضل مكان يغطون لكم الدريف. جنون الطرب، جنون الطرب والدريفت موجود هنا في جدة في الجولة الثانية. بدأت الحين النهائيات، راح يكون تاندم تنافس قوي وشرس مع الأبطال. بدر قدر انه يتأهل، لكن في هذه الجولة في جدة يوسف الآن يتأهل إلى النهائي. Thank you.
خلصنا كل الرنات وحانت الآن اللحظة الحاسمة والقرار مين راح يفوز في الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للدريفت.